وينضم إلي عبر الأقمار الصناعية من بغداد وبالتحديد من مبنى البرلمان مراسلنا هناك فراس الدليمي. فراس، مساء الخير. إذا آخر مجريات جلسة اليوم فراس. نعم، يعني اليوم حقيقة الجلسة الثالثة على التوالي تخلو من فقرة التصويت على بقية الوزارات الشاغرة لحكومة السيد عادل عبد المهدي بسبب استمرار الخلافات حول لربما الوزارتين فقط، الدفاع والداخلية، التي لربما هي التي بقيت مستعصية بحسب مصادر برلمانية على الكتل السياسية دون الوصول إلى اتفاق على الشخصيات التي سوف تتولى مهام هاتين الوزارتين. اليوم جدول الأعمال اقتصر فقط على فقرتين، وهي مناقشة موضوع انتخابات مجالس الأقضية والمحافظات، إضافة إلى مسألة مناقشة موضوع اللجان النيابية ورئاسة هذه اللجان ومن يتولى أو كيف تتوزع رئاسات هذه اللجان على الكتل السياسية وبين الكتل السياسية. لكن سيكون معي حقيقة في هذه المداخلة النائب جواد الموسوي لكي يوضح لنا يعني ماذا اليوم أهم فقرات هذه الجلسة، إضافة ما هي الخلافات بين الكتل السياسية حول استكمال الكابينة الوزارية. أستاذ جواد، يعني اليوم إذا تكلمنا عن جلسة هذا اليوم أيضا خلت من موضوع استكمال الكابينة الوزارية، ما هي الأسباب؟ صراحة موضوع استكمال الكابينة الوزارية هو موضوع مهم جدا، وفي مجلس النواب أو في رئاسة الوزراء يطلب أنه الإعداد بشكل جيد جدا وتدقيق الأسماء بشكل جيد جدا، وما يطلب في بعض الأحيان تغيير بعض الأسماء اللي راح يتم في المرحلة القادمة. أعتقد حسب المعلومات المتوفرة لدي أنه سيتم طرح باقي الأسماء بقائمة كاملة الأسبوع المقبل إن شاء الله. طيب، فيما يخص أيضا الموازنة، أيضا خلاف هناك كبير من قبل الكتل يعني السياسية في بغداد وأيضا إقليم كردستان الذي يطالب بتعديل نسبته إلى وإعادتها إلى 17%. بصراحة أكو مؤشرات عديدة على الموازنة المطروحة حاليا، هناك مناقشات عديدة داخل مجلس النواب بإرجاع هذه الموازنة للحكومة، وأعتقد أنا من الداعمين لهذا المبدأ، لأن نريد أن الحكومة الجديدة هذه مثل ما تعرف الموازنة الحالية تم إكمالها من الحكومة السابقة. إحنا نريد في مجلس النواب أن تكون الموازنة مدعومة ومقررة ومدققة من قبل الحكومة الحالية، حتى الحكومة الحالية ومجلس الوزراء الحالي يخلي بيها نظرته للبرنامج الحكومي اللي تبناه على هذه الموازنة. وبالتأكيد أكو الكثير من الملاحظات في هذه الموازنة، نريد الحكومة تكمل ملاحظاتها حتى نطرح كمجلس نواب وأعضاء مجلس نواب أفكارنا وملاحظاتنا على هذه الموازنة الجديدة. طيب، أيضا هناك خلاف حول اللجان النيابية اليوم، لو تحدثنا عن فقرات يعني جدول أعمال جلسة هذا اليوم. يعني ما نقدر نسميه هو خلاف بقدر ما هي نقاشات وتفاوضات حول هذه اللجان. تعرف كل حزب وكل كتلة لديها فكرة ولديها اختصاصات معينة ضمن أعضائها تريد تعكس هذه الأفكار وهذه البرامج وهذه التطلعات على اللجان، فبالتالي راح تكون عندها فد لجان معينة هي أهم من باقي اللجان. فهناك مناقشات والكثير من الاجتماعات حول هذه اللجان، أعتقد راح تستقر خلال أسبوع واحد، راح تستقر كمرحلة أولى، راح يتم توزيع جميع أعضاء البرلمان على هذه اللجان، وبمرحلة قادمة سيتم تعيين الرئاسات ونواب الرئاسات لهذه اللجان والمقررين إن شاء الله. كان لديكم موقف يمكن حول وزارة الصحة وملفات فساد قد كشفتموها يعني وأكدتم أنها موجودة، ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع بتفاصيل يعني أكثر؟ صراحة وزارة الصحة يعني لدينا العديد من ملفات الفساد المؤكدة والموثقة بوثائق وملفات كبيرة وكثيرة. اليوم لم نطرح إلا ملف واحد من شبهات الفساد التي تتعلق بالفساد وهدر المال العام. هذا الملف يتعلق ب عقود إنشاء المستشفيات في عموم أنحاء العراق ل 400 سرير، وصل شبهات الفساد وهذا المال العام فيها إلى رقم كبير ما يقارب من 95 مليون دولار. لدينا كذلك بعض المعلومات حول تهاون مكتب المفتش العام في وزارة الصحة في إغلاق بعض هذه الملفات. بدأنا بإجراء مجلس تحقيقي حول هذه الملفات وهذه الشبهات،
وان شاء الله راح نستكمل العمل في المرحله القادمه باذن الله. يعني هل من الممكن يعني محاكمه احد المسؤولين المتهمين بالفساد او الذي يثبت عليه الفساد، ام ايضا سوف تسوف هذه القضيه كما في الدورات السابقه، يعني يقال المسؤول دون ان يحاكم؟ والله مع الاسف يعني الفتره السابقه اللي شفناها هي كلها وجود تهاون مع الفاسدين. نتطلع ان شاء الله وبعون الله وبوجود الاحلام الصادق من حضراتكم وباقي القنوات الاعلاميه ان نبدا بمرحله اخرى نرى فيها المسؤولين المتهمين بالفساد يحاسبون ويحاكمون ويسجنون ان شاء الله. بصراحه هناك تهاون، يعني ما اخفيك يعني سرا، هناك تهاون كبير من حتى السلطات القضائيه والنزاهه ومكاتب المفتشين العام في تطبيق العداله على الفاسدين وممن تثبت عليهم تهم الفساد. شكرا جزيلا لك سيادة النائب معنا في هذه المداخلة. نعم يعني كان معي السيد النائب جواد الموسوي وقد وضح لنا يعني جدول أعمال هذا اليوم والفقرات التي تم مناقشتها داخل قبة البرلمان، إضافة إلى أكد على استمرار الخلاف حول تشكيل الكابينة أو يعني التصويت على بقية الكابينة الوزارية للسيد عادل عبد المهدي. شكرا جزيلا فراس الدليمي مراسلنا من بغداد، والشكر أيضا موصول لضيفك جواد الموسوي النائب في البرلمان العراقي.